أحبابي في الله، في هذه الدقائق المعدودة أحب أذكر نفسي وإخواني بفضل الله عز وجل علينا، أن الله عز وجل قد مد في أعمارنا وقد جعلنا ندرك هذه الأيام العظيمة، أيام عشر من ذي الحجة. يا إخواني، من عظم هذه الأيام قال جل وعلا: والفجر وليال عشر. وقال ابن كثير: وليال عشر هي أيام عشر من ذي الحجة. يا إخواني، ومن فضل الله عز وجل أيضا علينا أن الله عز وجل قد ضاعف في هذه الأيام الأجور، العمل الصالح فيها يضاعف من الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل